السلام عليكم. طبعا قوانين كندا، راح احكي لكم قوانين كندا على السريع. القوانين: ذني القلابي هذا يشيل 15 طن، اوكي، الحمل 15 طن، يصير المجموع كله 26 طن. ليش؟ لان اكسلين الوزن هنا على الاكسلات، الاكسل الخلفي اكسلين والتاير الامامي يصير عريض، فهذا المسموح له 26 طن مجموع. تشيل حمولة التراك تقريبا 11 طن او اكثر حسب، فالمهم انه ما يتعدى 26، يعني 26,000 كيلوغرام. اوكي، قانون هنا المعفن شنو؟ هم حرامية هنا، هذول الشرطة مال المركبات والطرق حرامية مافيا، خليهم على الطرق او على الهاي واي، على المداخل مال المدن او المقاطعات، يسموه سكيلز او ويت ستيشن، يوزنك. شو يسوي هذا البوكس؟ لازم من احمل اسوي هاي الامام، يعني الوزن ما يتعدى 8000 كيجي، 8000 كيلوغرام او 8 طن. يعني هذا التاير الامامي من نحط الوزن لازم ما يتعدى 8، وهاي الاكسلات الخلفي يصيرن تقريبا 18 ألف. اوكي، المجموع يصير 26، يدخلنا احنا، يدخلك على الميزان، يعطيك تيكت. ليش؟ والله لي قدام الوزن الاكسل الامامي اكثر من الاكسل الخلفي، مثلا لي قدام 8200، ينطيك تيكت، او 8500. زين، شلون واحد يضبط الوزن؟ هاي مشكله، لان مرات مثلا يحملك بالشفل باللودر، او من تحمل ما تقدر، يعني هي مو فلات او فان تصفط الحمل بكيفك. هاي القوانين الغبية اللي موجودة هنا هي مجرد سرقة فلوس من الناس. القانون الثاني: لازم من تحمل اي شيء، هذا التارب الغطى لازم تسكره، اذا ما تسكره 180 دولار. فهاي بالله اوكي مع السيفتي، بس هاي مع الحمولة لا، هاي شغلة غبية. اذا تسوق وما وياك الشهادة مع السياق الاصلية، حتى لو عندك كوبي او بالتليفون، يطوق غرامة 180 دولار. هاي اهم من ضمن القوانين، خصوصا يشددون على التراكات. التراكات احنا ذن التراكات عندنا لوحات، واحدة امامية وواحدة خلفية. طبعا احنا هنا بكندا اغلب المقاطعات السيارات العادية بس لوحة خلفية، بس التراكات لا، تختلف. التراكات عندنا امامي وخلفي، اذا ما موجودة لوحة الخلفية هم ينطيك تيكت، اذا واقعة من عندك يعطيك تيكت يمكن 220 حسب الشرطي. طبعا اضافة مرات يوقفك يفحص الاضوية، او اذا عندك تسريب بالدهن او شيء هم ينطيك تيكت، هم حسب الشرطي، لو يعطيك تحذير لو يعطيك تيكت. اذا لمبه محروقه، اللايت، ضوء خلفي. وتحياتي وسلامي للجميع.